شايفتك عم ترتب اغراضك من هلا. عم بطمن على جواز السفر. وامتى بدك تحط الفيزا؟ بعد بكره رايح الشام. بس محتار. خير. سفرتي على القليله بتكلف 100,000 ليره. وما بعرف من مين بدي اتدين. ما في داعي تتدين. شلون يعني؟ ما ضل عنا شي نبيعه؟ ولا راح نبيع شي. شو هاد؟ هذا حسابي بالبنك. المرحوم كان شايله وحاطه بالبنك باسمي. ليش ما حكيتي من الاول؟ عيفته لوقت الزنقة. ما عدت متشائم. بس عيفي معك. كلنا لازم نتفائل، والا ما رح نعيش. ماما، رأيك رح أزبط بالسعودية؟ روح هلا وبعدين بنشوف. إذا ما زبطت معك بترجع، منبيع البيت ومناخد رهنية وبترجع عالسوق. خلص، ما دمتي وراي أنا ماني خايف.